وللحديث أكثر عن بورصة دبي نرحب أيضا وينضم إلينا مراسل الإخبارية عبد اللطيف بخوش. عبد اللطيف أهلا بك. أهلا أهلا بك عبد اللطيف، كيف هي حركة بورصة دبي اليوم خاصة بعد تأييد الإمارات قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي؟ أجل، إذا قبل ذلك أود ربما إعطاء ربما نوع من المعلومات كبداية. لا زال اللون الأحمر يستمر طبعا ويلون البورصات الإماراتية منذ طبعا أسابيع، طبعا الأسباب تعود إلى قلة السيولة وربما عوامل أخرى جيوسياسية، هي طبعا ما يجري في اليمن وسوريا وغير ذلك من الأوضاع. دعونا ربما نلقي نظرة سريعة على السوق الإماراتي. طبعا اليوم يحاول السوق كسر حاجز 3000 نقطة، لكن وصل إلى حدود 2886 نقطة، لم يتجاوز هذا الحد ولا زال السوق في تراجع قرابة 1.18% تراجع. خسر السوق أكثر من 57 نقطة، رغم أن الكثير والعديد من الشركات تحاول ربما أو أفصحت عن النتائج المالية الربعية للربع الأول وكانت جد إيجابية، خاصة أن حوالي 13 بنك كسر حاجز 10.6 مليارات دراهم خلال الربع الأول. نتائج ربما كان لها الوقع على السوق وربما كانت يجب أن تؤثر إيجابيا على الأسواق الإماراتية خاصة سوق دبي. للوقوف على هذه النقاط وغيرها يسرنا أن نستضيف فادي عجاج مدير تداول في شركة الشرهان للوقوف على هذه النقاط. نرحب إذن بالضيف الكريم أستاذ فادي. أكيد أن الأسواق الإماراتية تمر بمرحلة ربما من التراجعات، كيف تقيم القرار السياسي الذي صدر اليوم عن الرئيس الأمريكي ترامب بالانسحاب من ربما الاتفاق النووي الشهير الذي عقده الرئيس السابق أوباما، هل له طبعا تأثير على الأسواق الإماراتية وخاصة سوق دبي؟ طبعا بالنسبة للتأثير اللي هو الانسحاب من الاتفاق النووي، قد يكون التأثير هو غير مباشر بشكل عام الأسواق، يعني ممكن يأخذ بعض الوقت لأن نشوف كيف الأمور راح تتطور يعني مستقبلا، أو كيف راح يتم التفاعل من قبل بعض الدول العالمية المشاركة في الاتفاق النووي خلال طبعا الأشهر القليلة أو الأسابيع القليلة المقبلة يعني. لكن بشكل عام احنا المتعارف عليه كان انه الرئيس ترامب يعني ذكر هو في خلال حملته الانتخابية انه سيقوم بالانسحاب من الاتفاق النووي، وفعلا هو قام بالانسحاب من الاتفاق النووي، فالأسواق كانت متوقعة هذا الإشي يعني. فبالتالي يعني عملية النزول اللي صدر اللي حصلت اليوم في أسواقنا هي غير ناتجة عن يعني الانسحاب من الاتفاق النووي، فكما ذكرت لك هي راح تأخذ بعض الوقت يعني لنعرف احنا شو تبعات على الأسواق المالية في الوقت الحالي. أستاذ فادي، تسعى الأسواق الإماراتية خاصة سوق دبي لتحقيق نوع من الاستدامة ربما في الأسعار وربما نسب عادلة من أسعار الأسهم، ولكن رغم ذلك هناك حملة من التراجعات يعني دامت لأشهر، والمستثمرين والمضاربين يحاولون بناء قواعد مالية قوية في الأسواق للعودة على الأقل من ناحية السعرية في الأسهم وناحية أربع الصعود بالمؤشر وكسر حاجز 3000 نقطة. ما هي العوائق؟ هل هي السيولة في حد ذاتها أم هناك عوامل أخرى؟ طبعا بنلاحظ انه في عندك تراجع في السيوله في الوقت الحالي، بناخذ بعين الاعتبار انه المؤشر انخفض الى مستويات كثير متدنيه يعني كسر حاجز مستويات 3000 نقطه، مع انه يعني سعر النفط اليوم يعني بتجاوز مستويات 70 دولار، فبالتالي عندك ضعف بالسيوله، عندك احجام الاستثمار المؤسسي واحجام الاستثمار الاجنبي عن اسواقنا المحليه في الوقت الحالي، عندك تراجع يعني في اداء القطاع العقاري يعني او الترانزاكشنز او العمليات البيع في القطاع العقاري وتراجع الايجارات. يعني بناخذ بعين الاعتبار انه اغلبيه الشركات المدرجه في اسواقنا المحليه هي مرتبطه بالقطاع العقاري، بنلاحظ انه في تراجع بالقطاع العقاري في الوقت الحالي. بدنا ناخذ ايضا سبب اخر اللي هو عمليه يعني المارجن كول او عمليه صيانه الهامش في كثير من الشركات الوساطه او بعض المصارف بتقوم بعمليات البيع الاجباري لبعض المستثمرين اللي هم ماخذين تسهيلات وشارين اسهم، يعني اذا انخفضت الاسهم عند حد معين لازم العميل يا اما يعني يعزز موقف المحفظه بايداع مزيد من السيوله او يقوم بعمليه البيع. للاسف يعني في الوقت الحالي بيصير في عمليات بيع مضطر اليها المستثمرين لصيانه عمليه الهامش عنده، فكل هاي العوامل المجتمع طبعا بتؤدي الى انخفاض السوق للمستويات اللي احنا شايفينها حاليا.
طيب استاذ فؤاد، لو وقفنا على جانب اخر وهو النتائج الماليه والافصاحات الماليه للربع الاول التي كانت ايجابيه لحد الساعه، 13 بنك اماراتي مدرج في السوقين سوق دبي وسوق ابو ظبي حقق ما يقارب 10.6 مليار حسب اخر الاخبار واحسب اخر الافصاحات عفوا لهذه البنوك، الا يجب ان تؤثر هذه الاخبار ايجابا وترفع نوعا ما من اداء السوق، وان ربما البنوك عوامل قويه او عامل قوي او اسهم قويه في السوقين معا؟ يعني شوف، احنا لو نظرنا على اسعار اسهم البنوك في اسواقنا المحليه هي بجوز الافضل اداء بين جميع الاسهم المدرجه. يعني لو نظرنا الى سهم بنك الامارات دبي الوطني لا يزال يتداول فوق مستويات 10 دراهم، عندك مصرف، عندك دبي الاسلامي بتداول على مستوى تقريبا 5.5 دراهم او 5.60 دراهم، مع انه يعني اليوم اخر يوم للمشاركه في زياده راس المال بالنسبه لشاري السهم. فبالتالي اداء الاسهم، اداء اسهم المصارف لا تزال يعني نوعا ما جيده جدا مقارنه باداء مؤشرات الاسواق يعني. لكن هي اللي ضاغط على المؤشر بشكل كبير اداء الشركات العقاريه، يعني هي اللي مؤثر بشكل سلبي على اداء مؤشرات الاسواق. على ذكر الشركة العقارية، هناك ضغوط بيعية كبيرة اليوم على شركة إعمار وهي ربما السهم القيادي في سوق دبي، ما هي الأسباب؟ ربما أليس ربما كان من الأولى الشركة، طبعا هي في تراجع، السهم في تراجع منذ أسابيع، يعني أليس ربما من الأولى أن تكون هذه ربما الضغوط البيعية قد تسهل عملية الشراء والاقتناء الأسهم ثم العودة بربما السهم نوعا ما إلى الارتفاع وربما حتى أسعار كما كانت ربما في الماضي لهذا السهم القيادي؟ هلا في تخوف من قبل المستثمرين المتداولين في الوقت الحالي، لانه السوق صار له يعني في نزول او في تباطؤ منذ تقريبا حوالي اكثر من 15 شهر، يعني عمليات نزول متتاليه وخسائر كبيره يعني تكبدها المتداولون المضاربون في الوقت الحالي. لا تزال يعني ما حد بينكر انه عمليات او اسعار الاسهم في الوقت الحالي هي مغريه للشراء يعني، لكن يعني في تخوف وفي عزوف عن السوق في الوقت الحالي، يعني مع انه كما ذكرت لك يعني ممكن تكون يعني الاسعار الاسهم في الوقت الحالي بجوز تكون قريبه من القاع، يعني لانه بدك تاخذ بعين الاعتبار انه يعني احنا في دوله نفطيه واغلبيه العائدات والاقتصاد هو المعتمد على النفط، والنفط هلا اداؤه يعني جيد جدا يعني وممكن يتحسن، خصوصا بعد يعني ممكن اسعار النفط برضه تتحسن بشكل ايجابي اكثر خلال الفترات المقبله، خصوصا بعد انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، لانه ممكن يعني ايران ما تقدر تصدر نفط بالطريقه اللي كانت تصدرها قبل الاتفاق، فبالتالي عندك بكون خروج لاعب اساسي يعني مصدر للنفط من السوق المحلي، ممكن هذا يعزز ارتفاع اسعار النفط يعني خلال الاشهر القليله المقبله يعني، وبالتالي المفروض ينعكس ايجابا على اداء الاسواق يعني، فبالتالي ممكن تكون اسعار ايجابيه. احنا ننظر لاسعار الاسهم في الوقت الحالي تعتبر ايجابيه للي عنده سيوله في الوقت الحالي. طيب بخصوص الادراجات، اليوم شاهدنا ادراج ربما مصرف الشرق الاسلامي عده سكوك، اليس ايضا هو عامل او دافع يجب ان يرفع اداء سوق دبي على الاقل؟ الادراجات هي تعتبر ايجابيه للاسواق يعني، لكن يعني هو لن يؤثر بشكل ايجابي كثير على المؤشر يعني، لانه هذا يعتبر صك كمان مش 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 سهم يعني. لكن كلما زادت عدد الشركات المدرجه في الاسواق سوقنا المالي يعتبر هذا شيء ايجابي على السوق بحد ذاته، لانه برضه السوق هو شركه مساهمه عامه يعني. سؤال اخر استاذ فادي، غدا اخر جلسه في سوق دبي، هل ترى او تتوقع ان يكسر سوق دبي حاجز 3000 نقطه، وهل ترى ان هذا العامل الفني قد يدفع السوق للارتفاع مستقبلا؟ لا، في الوقت الحالي فيش اي مؤشرات انه ممكن يعني تعكس حركه الاسواق بشكل ايجابي انه يكسر مستويات ال 3000 نقطه، خصوصا انه احنا اليوم عند مستويات تقريبا 2880، وممكن السوق يعني ينزل مستويات ال 2800، لكن احنا متأملين انه ممكن يصير في تحسن بعد رمضان او خلال طبعا الربع الاخير من هذا العام، تنعكس اداء الاسواق المحلية عندنا ارتفاعا. نشكر الأستاذ فادي على هذه المداخلة القيمة، مدير تداول في شركة الشرهان، ونعود إلى الزملاء في الأستوديو لمتابعة ما تبقى من النشرة الاقتصادية. إليكم الزملاء في الأستوديو.